يمدي يمدي بعد برا ها ها لا ما يمدي ما يمدي والله هلا والله مقطع جديد واليوم يا جماعه خير ما راح نلعب رعب 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 رأب يا اخوي كل يوم رعب لا لا اليوم راح نغير الجو عن اجواء الرعب وراح نلعب لعبه اسمها كاندل مان اي نعم راح تكون عباره عن شمعه راح تلعب في شمعه وتحل الغاز لازم تولع شموع ثانيه والشموع طبعا راح تكون باماكن صعبه انك توصلها ولازم تشغل المخيخ هنا وترفع شوي الذكاء حقك ااا اه وتولع شموع فكرتها انك تكون شمعه تولع شموع باختصار شديد قبل لا يبدا المقطع تكون حاطة لايك واذا ما كنت مشترك اشترك وفعل لي زر هالتنبيهات يا اخي والله انهم مسيكين عشان يصلك المقطع اول باول وليتس جو ستارت جيم يقول لك شابتر 1 واي دو ذا كاندل بيرن لماذا الشموع تحترق اوكي ا ليتل كاندل want تو اند ثرو اوكي يلا نبدا في اربع شابترات بس يلا ليتس جو خلينا نبدا بالشابتر الاول اللي هو ا ليتل كاندل وانت تو اند ثرو شوف الشبع كيف تترقص يوب يوب <applause> صار الله Alone in the darkness, a little candle burns. He looks at himself curiously. Why do I burn? Why am I different? باختصار شديد الشمعة قاعدة تتكلم تقول لا معليش نرجع نعيد الشمعة هذه واقفة كانت قدام مراية وتناظر نفسها تقول ايه ليش انا غير عن الناس؟ ليش انا لازم اني احترق؟ بس كذا قالت اي نعم يمكن تنتظر قصة طويلة بس هذا اللي قالته فحاليا ليتس جو نلعب بالشمعة طبعا انا لو اولع اوه والله أذوب بسرعه يا اخوي لازم ما نولع كثير طبعا مثلث ومربع نفس الشيء يولع، اكس تنقز. طيب الحين هذي كيف نولعها؟ اوه مربع نضغط عندها ومثلث اللي هو. طبعا لو تلاحظون كان في عداد فوق طلعت شموع فلازم احنا نولع الشموع اللي تطلع بالعداد. اوه في شمعة هنا فوق. في شمعة من شمع شمعاه. دقيقة اعتقد يمديني اطلع على ذا. المشكلة اه طلعت اوكي. اي شمعة هناك نقدر ننقزلها ولا نجي هنا نشوف في <applause> شمع او هنا في شمع كويس ممتاز باقي شيء لا مو باقي شيء طبعا الشمعة ما تنقز تهبوني الدنيا وصي هناك ولا نفطس اوكي 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 وصلت كويس ممتاز اوكي ولع ذي الحين لو بطيح اموت أممم لا والله ما اموت والله ما اموت كويس والله ما اموت شي شيء كويس ولع هذه ولع هذه وبعدين وبعدين بعدين اوكي نجي نجي نطلع من هنا اطلع يا اخي اطلعي ما اطلع مشكله والله والله مشكله أو دقيقه شكل هذه يمديني ادفها اي دي دفا نايس دفا 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 او دفيها اللي هو يا اخي اصلا الشمعه ما ما تدري وش تسميها بصيغه الانثى ولا بصيغه الذكر بس كله يودي لبعضه يعني بالنهايه انه هي شمعه و... اللي هو اطلع اه لا تقول لي لازم انجز هنا عشان دقيقه هذا اخر شيء انا دافع حاليا نايس اوكي طلعت هنا في شمعه نايس اوكي باقي شيء هنا لا ما مو باقي شيء خلنا ننزل ونروح الجهة اليمين نشيك هنا بالظلام هنا لازم يكون في <applause> شمعة شكل الشمعة حقتنا راح تذوب وراح نطقع اذا ذابت طقعنا شوف وين مزبنين ذي ترى شايفها ترى شايفها يا اخوي شايفها اوكي كم شمعة باقي كم ولا ولعنا الان خلينا نشوف باقي وحدة الوحدة هذه لازم تكون هنا <applause> لا وش ذا؟ عندي عشر ارواح لا يا شيخ يا اخي طيب وين راحت الشمعة الاخيرة؟ شكلها ورا نرجع نشيك عليها او مولعين كل الشموع حقتي اوه نايس على شكل الشمعة بالرسبون والله اعلم يا جماعة الخير احس نفسي كذا فاهي وسحبت على امها سيفون تخيلوا هذا الرسبون انا ما جيت ابدا شوف الحيوانات وين حاطينها والله من جد حاطينها وراي بالرسبون والله ابدا ما توقعت ولا بنسبه 1% انها بتكون وراي ولكن يعني في النهايه يوم رحنا وفطسنا ما في مكان الا هذا فخلنا نروح للنور الازرق اللي كان مولع امامنا اوكي اعتقد هذا النور نهايه الماب يب نهايه الماب صح لازم نحول الشمعه الى انسان ما نبغاها تحترق يا جماعه الخير لازم شمعه ترى عندها مشاعر واحساس كونتينيو اكيد روح ليتس جو للجيم اللي بعده هي ستاندر فليم شوين ثرو ذا دارك اوه في ثمان شمعات ليتس جو خلينا نروح لانه واضح الان هي صافنا بالمرايه فلذلك نعم اوكي ايوه المشكله وراي كنت راح افطس لو طايح بس انا اوه uh, oh, في طيحات صار هنا ايوه كذا النظام Okay. <صوت> تخيلوا وحظي. اوكي تخيلوا كنت واقف هنا لا يا حظي اوكي شوف هنا هذه وحده وهناك يسار وحده وهناك يمين وحده وهناك بالزاويه بعيد هناك المونتاج قاعد تشوفونه حاليا هناك وحده طيب هنا بالزاويه بما انه في نور هنا بكل ما يوجد من قوة. اه اوكي يعني <تصفح> <مع> نسيت يا اخي والله نسيت انه في طيحات يا اخي هنا ما يصلح كذا ايش هذا يا شيخ ايش هذا اوكي ولا هذه تهقون الحبل هذا بنطلع له بعدين والله مصيبه لو نطلع له ترى على فكره ترى والله الوضع راح يكون مزري الوضع حاليا راح يكون مزري مز ميم نون لا ميم زا زا اللغه العربيه في خطر اوه هذه ما ينفع كذا هذه لازم تجي كذا هنا 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 شايفين كيف تجي 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 ترفع 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 وخلاص تجي طاير طبلين ها وش الصوت؟ اوه الخشب هو الخشب؟ الخشب صديق الحياة نعم الخشب كمان يحترق ترى على فكرة تعلقت 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 أشوة الحين كم شمعة ولا علينا الآن؟ هناك باقي النهاية أشوفها أنا ولع 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 كم شمعة علقنا؟ علقت تعلقت، اوه باقي لنا اثنين ننقز على هذه لا 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 نحتاج النار باقي وحدة باقي باقي هذه اللي فوق بروح لها بس كيف بطلع عن اوكي خلاص الحين نتكي 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 هنا 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 يمدي صح يمدي يا جماعة صح يمدي يمدي بعد برا ها ها لا ما يمدي ما يمدي والله بعدين انجز وخلاص اموري طيبه انا ودي اني اخاطر انجز هذه بس ما ينفع ما اعتقد اني اوصل طيب وهذه اعتقد هذه يمديني ب جلست بين ال هذا الحديد خفت نفسي اني افطس ولكن خلصنا ام المرحله الثانيه ليتس جو للثالثه اوكي كم شمعه كان والله والله يا الله نسيت نسيت يعني نسيت دقيقه قبل لا نروح ما اعتقد يمديني اطلع هنا فوق موجه وجه وجه مكان تطلع فوق والله والله هذا المكان ما هو وجه انك تطلع فوق إيه ما وجه انك تطلع فوق والله لا 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 يا شيخ ترى هذه كانت بعيدة يا جماعة الربع ما ينفع كذا ما ينفع والله اوكي ولع لي هذه يرحم والديك يرحم والديك ولا ولع لي هذه الثانية اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 إحداعشر شمعة تنطح شمعة شمعة تنطح شمعة عندك هنا إحداعشر شمعة شمعة تنطح إيش؟ تطح شمعه انطحيها يلا ها شايفين بروح مع هذا الطريق انا ليش رحت مع هذا اكيد في شمعه هناك على اليسار يا صاحبي يعني ما حطوا طريق عبث يلا يلا يمدي ما يمدي والله الحين علقت مره ثانيه يا اخي ما ين لا, لا ينفع ينفع مره صعبه يا اخي حقيقه صعبه والله عظيم كنت بقول اسالك والله صعبه اوكي عاد هذه يمديني من اول محاوله صح اوكي ضبط 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 ضبط, ضبط. وهذه بعد اول محاولة الله هذه ما يمديني هذه اصبر اصبر ايوه خلاص تصير مستقيمة زي كذا ايوه ممتاز بعدين هذه ايوه كاف عليك شطور اوكي الحين هذه لازم نقرب عليها ما توصل اكثر من كذا والله اني عارف ما توصل اكثر هذه السلسلة اللعينة ايوه اللعينة اوكي والله هذه مره صعبه اوكي صعبة علي فرقتك صعبه اوكي هذه هذا ما هذا ما زين كم باقي طيب شكلها هذه الشمعة الكبيرة تجي كذا متختخة انه يعني كبيرة بالعمر هذه سيف داتا والله اعلم لانه ما يحسبوا لك فوق رقم

في أربعة باقي لازم تسبق تقول يمديني أسبق الحين <applause> لا وشوة تجنج <applause> فكي والله والله تجنج فكي قسم بالله هلا هلا بالطيب الغالي عزيز وشوفتك حلو اوكي اوكي باقي اثنين لقد دُعس علينا. فلذلك، نعم، هنا في فوق حبة. بس عاد كيف بتوصل لها؟ في هنا شيء؟ كيف بتوصل؟ معقول اطلع على هذه؟ Are you kidding me؟ والله شكلي اطلع على هذه يا جماعة تخيل ما في الا هي. والله شكلي بيصير ما اطيح. لازم امشي لازم امشي لازم امشي لازم امشي 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 امشي. اوكي.

هذه هذه عليها متاكد كيف عرفت انه هناك طلعنا على ذي فهذه يعني شغل المخيخ هذه لعبه عشان تشغل المخيخ الله يستر ما نجيب العيد هذا ما يطلع الا لا هذه 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 حاجه غريبه حاجه غريبه انا ما ادري ليش ما مت حاجه غريبه اوكي اوكي هذه مره صعبه هذه لك تركض 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 ريوس اول ما توصل تنقز كذا <applause> الله ضبطت معي ما ادري كيف اهم شيء انك تركض تركض دافر الله وتوب الي يا جاد اوكي 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 بعدين هنا بعدين هنا ما نبي نجازف إيه؟ اي لا ما ينفع يا شيخ ما ينفع ابدا انك تجازف وتنقز النقز ما هو زين وانا اخوك وخلاص وانتهت حياة الشمعة حاليا وخلصنا الشابتر بنجاح. الحين والله كان ودي اني اجرب لو مثلا ما اخذ شمعة او شمعتين. وش راح يصير؟ هل راح يمديني اكمل يعني عادي اخلص اللعبة ولا كيف؟ والله صراحة اللعبة اللعبة اللعبة، <applause> اللعبة رهيبة، والله اللعبة رهيبة. والله إن اللعبة لهيبة <applause> رهيبة. طبعا بكذا نكون وصلنا لنهايه المقطع شاكر لكم على المتابعه اتمنى نكون اكون كفيت ووفيت والله يا جماعه الخير اللعبه واكيه انا صراحه احب الالعاب اللي زي كذا والعموم طبعا اللعبه مو اربع مراحل وتنتهي لا هذه الاربع مراحل من الشابتر الاول نعم مو من الشابتر يعني باقي شابتر ثاني ممكن في خمس مراحل ست مراحل ما ادري اللعبه كم شابتر ولكن اذا تبوني استمر في ذي اللعبه وانزلها في القناه لايكك والتعليق حقك هو اللي راح يعلمني انك تبغى في اللعبه لان والله العظيم ودي اسوي مقطع ثاني للعبة اللعبه صراحه جدا اجت لعبه رايقه يا اخي ما ادري كم اوصف لك حتى مثلا لو ما جاها دعم بكملها بيني وبين نفسي خلف الكواليس لانه والله لعبه رهيبه صراحه لكن ان جاء دعم راح يكون نلعب المرحله الاخيره من الشابتر الاول ونبدا بالشابتر الثاني، فيكون المقطع حماس، نشوف وش راح يصير بآخر مرحلة، ونشوف وش مخبينا في الشابتر الثاني. هذه نهاية المقطع، شاكر لكم على المتابعة، أتمنى يكون كفيت ووفيت، إذا وصلت في نقطة ما حطيت اللايك، أتمنى تحط اللايك، وإذا ما كنت مشترك، اشترك، وفعل زر التنبيهات عشان يصلك المقطع أول بأول. في نهاية كل مقطع، موقع بالغير القادم أجمل وأفضل بإذن الله تعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام عليكم.